العابدين الكاملين المغربية للألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. هي أزمة كيمر بها جميع الأندية ديال كرة القدم. الفريق كيكون في واحد المستوى من بعد كيوصلوا عند مستوى آخر. كاينة أزمة ديال النتائج، أزمة ديال الحظ اللي ما كيوقفش نادي الرجاء الرياضي. إن شاء الله قادرين بدعم الجماهيري بدعم جميع المكونات أننا نتجاوز هذه المحنة بسهولة إن شاء الله. وحنا كنا غاضبين، رات حنا غضبان وانتي غضبانة وكل شيء، الناس كلهم غضبانين. كنتمنى حنا اللي علينا كمكتب مسير حنا تنقوموا به، كنحاولوا أننا كل أسبوع ملي كتكون شي نتيجة ماشي إيجابية أننا نتجاوزوها ونبقى ديما عندنا كما تيقولوا نبقاو ديما إن شاء الله نشوفوا أن غيكون الخير إن شاء الله. كما قلت احنا اللاعبين عندنا لاعبين في المستوى، كنوفروا جميع الظروف اللي مواتيه والملائمه للنجاح. كتبقى المساله ديال الحظ، وكتعرفوا في المباريات عندنا اصابات كثيره، عندنا عده اشياء. ان شاء الله احنا قادرين باش نتجاوزوا الازمه في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله كما كنت قبيله ان شاء الله مع القميص الجديد ان شاء الله كاع النحس اللي كان ان شاء الله غادي يطير ان شاء الله.